طيب ده بالنسبة للأيكولاليا، يمكن حضرتك وضحتها وقلت ان لازم يكون في تدخل سريع لعلاج المشكلة دي. هل الأطفال المصابة بهذا المرض بيكون عندهم مشكلة في الفهم، مشكلة في الاستجابة؟ ايه المشاكل اللي ممكن يتعرضوا ليها؟ هل يعني هل ممكن أثرها تستمر بعد كده؟ حسب هنا بص يا فندم، ما في برضو آثار هي قد تكون من ضمن الأسباب بتاعت الأيكولاليا من الأول أسباب عضوية. فهنا احنا قلنا الإصابة في الصدر الجانبي، لو هو الولد كان فيه فعلا إصابة عضوية ووصلت للصدغ الأمامي أو الفرونتال لوب أو اللي هو الجزء الأمامي من المخ، ده المسؤول عن الفهم والتركيز والانتباه. تمام. فهنا ممكن يكون في تأثير، ولكن ممكن التأثير منها هي شخصيا بقى ثانوي ليها، هي لو هي جاية ثانوية نتيجة الإصابة زي ما قلنا النفسية، هنا ممكن الطفل بيتأثر نفسيا بيها، بيبدأ يدخل انطوائية، ممكن يدخل في اكتئاب شوية، ممكن يبتعد عن الناس، ممكن يحس بالدونية شوية ان هو اقل من الاخرين نتيجة العيب في النطق اللي عنده، وده بيزيد اكتر كل ما بيزيد في السن.